الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، يا شبيبة حزب العدالة والتنمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه المحاضرة سينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعولمة وما قدمت به نفسها من نظريات ومقولات واتفاقات، وما حدث في أرض الواقع تطبيقا لما بشرت به العولمة. القسم الثاني يتعلق بعلاقة العولمة بالعالم العربي والإسلامي وبالموقف الإسلامي من العولمة. في القسم الأول أجرؤ على القول بأن كل ما قيل عن العولمة في منتصف التسعينات من القرن الماضي أثبت أنه هراء ولم يجد طريقه إلى التطبيق العملي. فكل من كتب عن العولمة وبشر بها، أو من عقد الاتفاقات كتلك الاتفاقية التي سميت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لم تثبت التجربة أنها واقعية أو أن ذلك ما يجب أن يحدث. فعلى سبيل المثال لنتناول بعض تلك النظريات، وقبل أن أخوض في هذه المسألة أريد من كل الذين بشروا بالعولمة في تلك المرحلة أن يعودوا إلى كتاباتهم ليجدوا كم كانوا ضائعين وكم كانوا واهمين إذا ما قارنوا ما قالوه وحاولوا أن يدخلوا بلادنا فيه وما حدث على أرض الواقع. مثلا من النظريات التي بشروا بها وقالوا أن العولمة ستقوم على أساسها، النظرية التي تقول إطلاق يد الشركات متعددة الجنسية بعيداً عن كل رقابة للدولة أو للدول، وبشروا بتناقص أو بزوال دور الدولة. هذه النظرية ما أن طبقت حتى انفجرت على قاعدتها. كلكم سمع بفضيحة شركة أنرون العملاقة، ثم تلتها سلسلة من الفضائح للشركات العملاقة العولمية مثل وورلد كوم وزيروكس كروب ودينجي وجلوبال كروسينج وكويست إلى آخره. هذه أدت إلى انهيار البورصة في الولايات المتحدة وضياع أكثر من 7 تريليونات من الدولارات، مما أدى إلى فقدان 50% تقريبا من سكان الولايات المتحدة، إلى فقدانهم لثروات عمرهم ولتعبهم. ماذا حدث؟ تبين أن إطلاق يد الشركات كما بشرت العولمة يعني تمكن مدراء تلك الشركات من التزوير ومن التلاعب بموازنات الشركات. لماذا؟ من أجل أن ترتفع الأسهم في البورصة فتجنى الأرباح الخيالية كذباً وتزويراً وبما لا علاقة له بالقيمة الفعلية للشركات على أرض الواقع. يعني
دخلت العولمة في الاقتصاد الوهمي الورقي الورمي الذي انفصل انفصالا واسعا عن الثروة أو القيمة الحقيقية للشركات على أرض الواقع. وعندما اكتشف أن كل تلك البيانات كانت مزورة بدأت تنهار البورصات، حتى شركة أندرسون الشهيرة المفروض بها أن تكون المدقق الحسابي للموازنات حولت نفسها في مرحلة العولمة إلى شركة ذات خبرة في التلاعب بالموازنات، أصبحت هي الوسيلة لتزوير الموازنات حتى تخرج بأرباح خيالية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم ثم إقبال الناس البسطاء أو المتوسطين لشراء الأسهم طمعاً في الكسب. ولكن كل ذلك كان على الورق وكان كذباً. وعندما وصلت إلى درجة معينة، كبار الممولين وأصحاب الشركات والمدراء باعوا الأسهم وكانت الخسارة بالنسبة للناس العاديين. ولهذا اضطر جورج دبليو بوش أن يأخذ إجراءات صارمة يعود إلى الرقابة الشديدة، ويعد بتشكيل رقابة شديدة على الشركات. يعني نظرية إطلاق يد الشركات وإضعاف دور الدولة ومراقبتها انقلب إلى نقيضه. من المسؤول عن ذلك وكيف يدافع عن نفسه؟ كل الذين قالوا بتلك النظرية صمتوا الآن ولم يحاسبوا أنفسهم. جورج بوش قال بعد اليوم لن يسمح بأن تطبخ موازنات الشركات، علما أنه كان أول من طبخ موازنة شركة عام 1989 قبل أنرون وقبل الآخرين في أيام رئاسة والده، حتى يجني أرباحا كاذبة، أرباحاً على ظهر المستثمرين العاديين، وكانت الشركة اسمها هاركن. السؤال، هذا الاحتيال، هذا الفساد الذي تبين أنه سمة أساسية من سمات الشركات متعددة الجنسية والتي يراد من خلال العولمة أن تتسلم مصير الاقتصاد العالمي وأن تنتقل إلى بلادنا لتعبث فيها كما تريد، فرض السؤال، هل هو فساد آت من بعض الفاسدين أم هو من طبيعة النظام الرأسمالي العالمي العولمي نفسه؟ الجواب دوده من عوده. هذا الفساد هو ملازم لنظرية العولمة التي سقطت والتي قالت إطلاق يد الشركات بلا حساب، وبالتالي ترك السوق ليعدل نفسه بنفسه إذا ما حدثت الأزمات، وإذا بهم يعودون إلى دور للدولة مشهود. مثال آخر أو نظرية أخرى، تحدثوا عن المنافسة الحرة والسوق الحرة وقالوا من الآن فصاعداً الكلمة ستكون للسوق وللمنافسة في السوق، وطلبوا من شعوبنا أن تخفض الجمارك وأن تفتح أسواقها وأن تخصص أو تدخل في الخوصصة كما تقولون أنتم في المشرق، يقولون الخصخصة، على اعتبار أن هذه سمة أساسية من سمات العولمة. هل تعلمون ماذا حدث؟ تبين أن الدول الغنية وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا حافظت على الدعم الزراعي، دعم الزراعة في بلدانها، بما
يوازي هم واليابان مليار دولار يوميا ليضربوا كل زراعات البلدان في العالم الثالث. طيب أين نظرية رفع الدعم عن القضايا الأساسية عن الزراعة وغيرها؟ الجمارك، إدارة بوش عندما واجهت أزمة رفعت الجمارك على الفولاذ 30%. إدارة كلينتون قبله في 98-99 أصدرت قانون اسمه الحفز الضريبي للصادرات، واضطرت أوروبا نتيجة ذلك أن ترفع قضية في منظمة التجارة العالمية لفض النزاعات في هناك زي شبه محكمة، تطالب ب5 مليارات تعويض بسبب هذا القانون. هذا يعني أن الدول الكبرى دخلت في حرب حمائية، حرب دعم للمنتجات على الضد مما بشرت به العولمة وعلى الضد مما فرضه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على بلادنا عندما أجبر حكومات العالم الثالث أن ترفع الدعم عن المواد الأساسية بما في ذلك الزراعة والصناعة، وطلب منها أن تخفض الجمارك وبالتالي تضرب الصناعة الوطنية وتترك بلادنا مستباحة. إذن العولمة كما ثبت طريق باتجاه واحد، ما يطبق على الدول الغنية لا يطبق علينا، وما يطبق علينا لا يطبق على الدول الغنية. إذن نحن أمام عولمة ليست العولمة التي تحدثوا عنها وحاولوا أن يدخلوا بلادنا فيها، وإنما كانت هناك عملية احتيال من خلال الدعوة حول السوق الحرة وحول تخفيض الجمارك وحول فتح الأبواب للتجارة والزراعة للمنافسة العالمية. وقيل عندنا من قالوا أن ذلك سوف يسمح بتطوير الزراعة والصناعة وندخل في المنافسة، ولكن في الحقيقة تبين أن ذلك كذب في كذب. نأتي إلى جانب آخر لا يقل أهمية عما تقدم، وهو اتفاقيات المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية. هنا أيضا وقع احتيال آخر سواء كان مقصودا أم لم يكن مقصودا، إذ قالوا لنا ادخلوا إلى منظمة المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية لتمنعوا سرقة المنتجات الفكرية والفنية، ادخلوا إلى هذه المنظمة لتحافظوا على الحقوق الفكرية ولتشجيع المبادرات. ولكن الذي تبين أن هذه المنظمة هي منظمة تكريس الاحتكار. تكريس الاحتكار بأي معنى؟ أن كل إنجاز تكنولوجي أو إنجاز علمي وفي أي ميدان من الميادين وبصورة خاصة في الدواء وفي قضايا الطب يصبح حكراً للشركة الكبرى العالمية التي تدعي أنها اخترعت ذلك الدواء أو ذلك الإنجاز، وعندئذ تبدأ بالتحكم به بأسعار خيالية لتجني أرباحاً احتكارية تزيد من نهب بلدان العالم الثالث وتزيد من ثرواتها، حتى ترون شخص مثل بيل جيتس مثلاً عندما يبيع برنامجه ب$500 و$700 بخلال 10 سنوات يصير عنده 70 مليار دولار ثروته. هذا معناه الفحش في سرقة أموال العالم. البراءات هذه، الاحتكار هذا أصبح معوقاً للتقدم
بالنسبة للبلدان المتخلفة، لأنه إذا ذكرتم أو راجعتم كيف تطورت الصناعة في أمريكا نفسها وفي اليابان وفي حتى بلدان أوروبية كثيرة، جميع هذه الدول تطورت من خلال تقليد الصناعات السابقة الموجودة. الآن أصبح هذا ممنوعاً، ولذلك أصبحت المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية مقيدة للتطور ولإمكان اختراق هذا الاحتكار العالمي للتكنولوجيا العالية والصناعات وللأدوية. أكثر من ذلك، هل تعلمون أن احتكار الأدوية والاحتكار يعني فرض الأسعار الخيالية لسعر الدواء الذي يشفي الإنسان وقد ينقذ العديدين من الموت، يطلب بأسعار هائلة. فمثلا كان هنالك دواء، هذا مثال صغير يعني، حول السيدة. النساء المصابات بالسيدة يمكن إذا تناولنا هذا الدواء أن لا ينقلن المرض إلى الأطفال. وتعلمون أن بلدان مثل إفريقيا، مثل البرازيل، مثل الهند، أصبح فيها هذا المرض منتشرا جدا. هذه الدول لم تستطع أن تشتري هذا الدواء أو الكورس أو الدفعة التي يجب أن تتناولها المرأة بالثمن المطلوب الذي قد يتراوح بين $400 و$900. فلجأوا إلى إنتاج نفس الدواء اللي يسمونه الجينيريك أو البديل، وهذا كان لا يكلف أكثر من $17 أو $15، يعني في فرقية بين 60 إلى 70 ضعف. جاءت منظمة التجارة العالمية وفرضت على البرازيل وفرضت على الهند وفرضت على جنوب إفريقيا أنه ممنوع أن تنتجوا هذا الدواء، وعليكم أن تتقبلوا استخدام الدواء الأصلي من الشركة صاحبة الاحتكار. وكانت النتيجة موت ملايين الأطفال. يعني أنا أدعي أن أقول أن منظمة التجارة، منظمة حقوق الملكية الفكرية، ليست فقط احتكارية ونهابة وسلابة وباعثة على التخلف والفقر، وإنما أيضا مرتكبة جرائم تماما كجرائم الحرب أو كالجرائم بحق الإنسانية التي يرتكبها الجيش الصهيوني. لكن لاحظوا كيف أننا دائما أمام طريق باتجاه واحد. عندما واجهت أمريكا خطر ما يسمى بالأنثراكس، هذا الجمرة الخبيثة، قالت للمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية لا تنطبق القوانين الاحتكارية لدواء الأنثراكس اللي تمتلكه شركة باير الألمانية في حالة الطوارئ. يعني كأنما الأمراض في إفريقيا التي تصل إلى حد الأوبئة ليست في حال الطوارئ، وبالتالي أباحت لنفسها أن تنتج البديل وتتخطى ذلك الاحتكار. يعني بمعنى آخر، نحن أمام عولمة طريقها باتجاه واحد، اتجاه في مصلحة الدول الغنية وضد مصلحة شعوب العالم الثالث وضد الإنسان. الآن نأتي إلى العولمة ونرى نتائجها على الأرض في بلدان العالم الثالث. سمعتم كلكم أنه بعد أن كرست قضية العولمة أصبحت هناك انهيارات هائلة في بلدان النمور الآسيوية، وكما قال يعني ماليزيا في ذلك الوقت محمد مهاتير، قال أن المضاربين بالعملة وبالأسهم هم الذين تسببوا بالانهيارات الاقتصادية لدول النمور الآسيوية. وعندما حدثت هذه الانهيارات
جاء صندوق النقد الدولي وبدأ يفرض عليهم أن يأخذوا القروض حتى يقعوا في الديون وينتهي أمرهم. مثلاً ماليزيا رفضت ذلك، شدت الأحزمة على البطون وحاولت أن تخرج من الأزمة من خلال سياسة صارمة وبتضحيات كبيرة، ولكن غيرها في الحقيقة ما زال يرزح في الديون حتى هذه اللحظة، ولم نعد نسمع عن النمور. خذوا في أمريكا اللاتينية، بدأت أول تباشير الخطر على بلدان العالم ممن انخرطوا في نظام العولمة في المكسيك. عندما كادت الاقتصاد ينهار في المكسيك، كان في ذلك الوقت كلينتون حاول بكل السبل أن ينقذ الوضع بصب الملايين أو البلايين حتى ينقذ الوضع، وأنقذه، ولكن ما كادت المكسيك تترنح حتى بدأت تباشير الخطر تلوح في البرازيل، في تشيلي، في الأرجنتين، في البيرو، وفي عدد من بلدان أمريكا اللاتينية التي كانت سباقة في دخول عالم العولمة. وسمعتم عن درة العولمة التي كان اسمها الأرجنتين، كيف أصبحت في الأرض، كيف انهارت، كيف انهار الاقتصاد. كانوا قبل أشهر، حتى تقرير التنمية الإنسانية المشهور أو سيء الصيت في عدده الأول قاعد يمتدح الأرجنتين وإنجازاتها، وكيف إنه العولمة، اللي بدخل على العولمة بدخل على الجنة. ولكن قبل أن يجف الحبر عن تلك المدائح، وإذا بالأرجنتين تكاد تعلن إفلاسها، والبرازيل أخذت تترنح بدورها، وتشيلي وإلى آخره. ولذلك ترون الآن في أمريكا اللاتينية نتائج الانتخابات قد صعدت إلى السلطة في أكثر من في بلدان عدد سكانها حوالي 300 مليون من أصل 367 مليون في أمريكا اللاتينية، أصبحوا يتجهون نحو أنظمة مضادة للعولمة أو محاولة أن تضبط وضع العولمة ضبطا قويا، ولا تسمح لنظام العولمة أن يسرح ويمرح كما يبشر به في بلادنا، ويقال لنا ادخل العولمة وافتحوا أبوابكم لها. يعني أصبحت هناك الآن موجة جديدة في هذا العالم، ثلها فقراء هذا العالم، لإخراج ممثلين عنهم للحكومات إن لم يرفضوا العولمة كما يفعل شافيز مثلا، هوغو شافيز وغيره، على الأقل يحاولون أن يعدلوا بالاتفاقيات الدولية. عندما انعقد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة في قطر، أثيرت قضية الدعم الزراعي، وأثيرت قضية أسعار الدواء والاحتكارات في أنظمة العولمة، سواء كان في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أو في المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية. وأخذ قرار وبضغط من الهند ومن الصين ومن البرازيل، طبعاً البلاد العربية في الغالب غائبة لأن المثقفين والنخب عندنا ليس لهم علاقة في هذا الموضوع، لا يتابعونه، ودولنا أصبحت متخلفة عن دول العالم الثالث، لأن الآن هنالك موجة كبيرة في دول العالم الثالث تطالب بإعادة النظر باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وب المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية. ولذلك فشل مؤتمر كانكون لمنظمة التجارة العالمية، وحتى آخر فشل كان في محادثات جنيف الأخيرة. يعني أستطيع أن أقول لكم أن
منظمة التجارة العالمية تترنح، الدول الغنية لا تريد أن توقف دعمها للزراعة ودعمها غير المباشر لصناعاتها وتجارتها، وتريد أن تفرض على الدول العالم الثالث أن تفتح أبوابها ولكي تستبيح اقتصادها. هذا الصراع أعادنا مرة أخرى إلى الصراع الذي عرفه القرن التاسع عشر، يعني أصبحنا أمام شركات وأمام صياغات اقتصادية تنهب على المكشوف، فيما هم بشروا أنه لا الآن رح نتساوى جميعاً، رح نفتح جميعاً الأسواق وكل واحد وشطارته. تبين أنه هذا كلام فارغ، هذا عبارة عن مصيدة، هذا عبارة عن شيء يجب أن يقاوم بكل سبيل. فكل من يتحدث عن العولمة يجب أن ينسى نظرية التكيف، يجب أن يعرف أن نضالاً عادلاً مشروعاً يجب أن يشن ضد اتفاقيات التجارة العالمية وضد المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية. وإذا ابتليت بلد ودخلت في العولمة عليها أن تنضم إلى الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ولعدد من الدول في العالم الثالث في المطالبة بتعديل هذه القوانين وبعدم السماح بتطبيق عولمة بطريق ذي اتجاه واحد. ثم نأتي إلى نظرية أخرى كتب عنها كثيرا وأظنكم تذكرونها، واشتهرت في النصف الأول أو في النصف الثاني أو بنصف من التسعينات في القرن الماضي، إذ قالوا أن عهد المعسكرات وعهد المحاور العسكرية وسياسة القوة قد انتهى، وأصبحت الكلمة للتكتلات الاقتصادية الكبرى، وأصبح الاقتصاد هو صاحب الكلمة الأولى في السياسات الدولية، واندحرت السياسة إلى الخلف. أهلا وسهلا، يعني قالوا لنا أنه بقيت بعض البؤر الصراعية سوف تنتهي، والعالم سيدخل في مرحلة الديمقراطية ومرحلة الاقتصاد والصراع الاقتصادي والتنافس الاقتصادي والتكتلات الاقتصادية، أما قصة سياسة القوة الحروب النزاعات هذه عالم سوف يطوى. انظروا ماذا حدث، نحن أو العالم أصبح يعيش في مرحلة تتحكم بها سياسة القوة والحروب أكثر من المراحل السابقة. سبحان الله، كل ما بشروا به حول إيجابيات العولمة أو حول مرحلة العولمة حدث الضد منه تماما. فنحن الآن لا نجد لا للتكتلات الاقتصادية ولا للاقتصاد ذلك الدور، وإنما نجد أمامنا صراعات عسكرية سياسية. ومن يقرأ الاستراتيجية القومية لأمريكا، الأمن القومي لأمريكا، يدرك أننا في حالة حرب عالمية وليست في حالة اقتصاد وتكتلات اقتصادية وانتهت السياسة ورجعت إلى الخلف. حتى موازنة البنتاغون تكاد تقترب من 500 مليار دولار بالسنة، يعني شيء يضاهي كل ميزانيات العالم. هذا يعني أنه إحنا غير صحيح إطلاقاً أنه دخلنا في مرحلة التكتلات الاقتصادية وسيادتها على السياسة والتكتلات العسكرية. باختصار، العولمة صعدت الحروب الحمائية والجمركية بين الدول الكبرى والغنية، صعدت الهوة أو وسعت الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب، الأغنياء زادوا غناً والفقراء زادوا فقراً.
صعدت سياسة القوة وبذرت لحروب باردة قادمة، وبؤر التوتر زادت وانتشرت. إنه النظام العالمي الأشد ظلماً ولا عدالة، إنه عالم تسوده الفوضى وسياسات القوة والحروب والأزمات الاقتصادية. 4 نقاط سريعة أريد أن أمر بها أيضاً لتصفية الحساب مع هذه العولمة، ولكن أعود وأقول لكم عودوا إلى مرحلة التسعينات واقرأوا ماذا كتب عن العولمة. كل الفصحاء اللي كتبوا عن العولمة وتحدثوا عن العصر الجديد، أعيدوا قراءة كتاباتهم وقارنوا بما حدث على أرض الواقع لترون أنكم كنتم تقرؤون لدجالين أو لواهمين أو لمخادعين. مثلاً 4 نقاط الأخيرة اللي بدي أمر عليها، أن موضوعة الإصلاح والدمقراطة هاي أصبحت الآن في خبر كان. الفساد وتقوية الأجهزة القمعية في العالم تضاعفت أضعافاً. الفساد لم يعد فقط فساد مرتشي صغير بده يمرر لك معاملة، أصبح الفساد عالمي. كل عمليات الخوصصة التي حدثت في العالم كان من تحت الطاولة رشاوى وسرقات بالبلايين. الثروات الوطنية بيعت بأبخس الأثمان مقابل رشا أعطيت من تحت الطاولات، وهذا حدث في أوروبا الشرقية، حدث في معظم بلدان العالم. فأنا بتقديري أن بدل الحديث عن الإصلاح وعن الديمقراطية والشفافية وكل هذا الكلام الفارغ، حدث العكس تماماً إذا تمعنتم جيداً فيما آلت إليه الأوضاع في هذه المرحلة. خذوا أكذوبة أخرى أو نظرية أخرى انهارت، نظرية القرية الصغيرة. قالوا أن العالم أصبح قرية صغيرة، لم يعد مقسماً ولم يعد شمال وجنوب ولم يعد في حواجز، منه أصبحنا قرية. ليش؟ قال لأنك أنت بتقعد على الإنترنت بتدق هيك بتشوف حالك في وين مكان تقدر تطلع عليه. ليش؟ لأنك ماسك موبايل بتصير تحكي، بتقدر تحكي في أي مكان في العالم أو بتتفرج على التلفزيون، إذن العالم صار قرية صغيرة. لكن هل تعلمون أن الحواجز التي قامت بين الشعوب في هذه المرحلة لم يسبق لها مثيل؟ أصبح السفر إلى أوروبا من المغرب أو من الجزائر دونه خرط القتاد. أصبحت قوانين الإقامة، قوانين الجنسية في أصعب ظروفها. لهم يتحججوا في الإرهاب ما إرهاب، لكن هذا غير صحيح. أنا برأيي أن العالم زاد ابتعاداً عن بعضه. ولذلك ما معنى أن يقول هانتينغتون أنه في هناك حرب للحضارات؟ أين القرية الصغيرة والحديث عن حرب الحضارات؟ أين القرية الصغيرة والحديث عن حرب الثقافات؟ أين ثورة؟ أين القرية الصغيرة والحديث عن أن الإسلام هو العدو ومهاجمة الإسلام؟ إذن قصة القرية الصغيرة قصة وهمية اتخذت إيش من الموبايل ولا من الإنترنت، لكن الحقائق التي قامت على الأرض بين الشعوب تكذب القول أننا نعيش في قرية صغيرة. لا، نحن لا نعيش في قرية صغيرة. هناك نظرية أخرى كمان انتشرت ودافع عنها الكثيرون، عندما وجه الذين نقدوا العولمة نقداً صارماً لها وأظهروا أنها نظام وحشي إجرامي، قالوا أننا يمكن يعني أنسنت العولمة. رفعوا لنا شعار أنسنت العولمة، أن العولمة ممكن يعني تصير إنسانية ونزيل منها هذه الجوانب الوحشية. أين أنسنت العولمة؟ العولمة الواقعية الموجودة الآن أصبحت أكثر وحشية مما
عبرت عنه الاتفاقات الدولية كما رأينا. الموضوع الرابع، وهذه لا أريد أن أتحدث عنها كثيرا لأنها فضيحة من الفضائح، وهي علاقة العولمة بالبيئة وبديمومة الحياة وبالمحافظة على البقاء الإنساني على الأرض. أنتم إذا لم تتابعوا هذه القضية، قضية التلوث، قضية الاستهلاك الفظ للمواد الطبيعية، استنزاف الطبيعة، تخريب البحار، جرف الأسماك، تصحير البحار، هذه قضايا لا تستهتروا بها. خلال 30 أو 40 سنة القادمة أطفالكم الآتون قد يعيشون بالكمامات حتى يتنفسوا. نحن أمام نظام ليس إجرامياً ونهبياً واستغلالياً فقط بالنسبة إلى الشعوب المستضعفة، وإنما هو أكثر من ذلك بالنسبة للطبيعة، بالنسبة للبيئة، بالنسبة للهواء الذي نستنشقه، بالنسبة لتجديد المواد الطبيعية. ولذلك أنا أعتقد أن العولمة في نشرها لهذا الاستهلاك الرهيب على المستوى العالمي تهدد الوجود البشري والحياة على الأرض. كنت سأطيل، يمكن طولت شوي، كنت سأطيل في موضوع ما حدث عندنا في بلادنا في موضوع العولمة، لكن تستطيعون يعني باختصار أن أقول أن ما حدث عندنا يمكن أن يلمسه كل فرد من أصحاب الدخول المحدودة. الذي حدث أنه تعمم الفقر، يعني اللي كان يأخذ معاش معين بدأ يتآكل تحت الضرائب المتزايدة التي بدأت تحل محل الجمارك. يعني الدول الكبرى صارت تفرض علينا وعلى دولنا أن تخفض الجمارك، ولكن حتى تعوض موازناتها عن ما يمكن أن تفقده تأخذ ذلك من الإنسان العادي، من الفرد، بزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة. أنا لا أعرف الوضع في المغرب، لا أعرفه، ولكن أعرفه في بلدان عربية أخرى. لا أعرف عائلة واحدة من أصحاب الدخول المتوسطة إلا وأصبحوا الآن، حتى ممن يمتلكون الفيلات أصبحوا الآن لا يستطيعون أن يدفئوا بالشتاء بيوتهم أكثر من غرفة واحدة. يعني تجد فيلا ضخمة وكانوا واضعين للتباهي بها، في الشتاء الماضي أصبحوا لا يستطيعون أن يوصلوا الدفء إلا لغرفة واحدة، وربما بعد فترة حتى هذه لا يستطيعونها. حتى مستوى المصاريف تبعتهم كلها تضاءلت وأصبحوا يوما بعد يوم في حالة استنزاف. يعني بمعنى آخر، النتائج الواقعية للعولمة كانت دمارا بصورة حتى قبل أن ندخل إليها، ونحن نحفتل حولها بدأنا نخطو بعض الخطوات مثل الخوص الصام، مثل الإصلاحات، مش إلى آخره، أوصلت إلى ما أوصلتنا إليه. على كل حال سأقف عند نقطة واحدة، وهي النظريات الهايفة، النظريات الوهمية التي راحوا يبيعونها لنا في المرحلة الأخيرة. مالكم مال التنمية الزراعية؟ مالكم مال التنمية الصناعية؟ مالكم مال البنى التحتية؟ انتوا اعملوا تنمية بشرية، نموا الإنسان، تنمية إنسانية، عملوا مجتمع المعرفة. طيب يا أخي بدك أني أطلع على التكنولوجيا العالية وما عنديش تكنولوجيا متوسطة ولا واطية؟ بدك أني أعمل مجتمع معرفة وخبزي وأكلي مش مأمن؟ بدك أني أعمل مجتمع معرفة وأطلع على التكنولوجيا وأترك صناعتي تستباح وأسواقي تستباح؟ هذه نظريات
يجب أن لا نسلم لها كلها مصدرها البنك الدولي، كلها مصدرها نظريات العولمة التي تريد من بلادنا أن تتخلى عن استقلالها وأن تتخلى عن التنمية الحقيقية الملموسة، لتدخل في وهم ما يسمى اقتصاد المعرفة، ما يسمى كل هذه العبارات إذا دققتم بها لا قيمة لها إذا لم تكن عندكم تنمية زراعية حقيقية وتنمية صناعية حقيقية ولم يكن عندكم اقتصاد حقيقي. المهم أن ما يجب أن أشدد عليه أن كل حديث عن التنمية في البلاد العربية لا ينتبه إلى ضرورة وجود السوق العربية المشتركة، لا يشدد على قضية التعاون العربي، إنما هو وهم من الأوهام، لا تنمية قطرية منعزلة، التنمية بحاجة إلى سوق مشتركة. أنا أذكر مقالة علقت على لقاء بين محمد مهاتير وبين الشهيد رفيق الحريري، عندما حاول رفيق الحريري أن يقول له أن لبنان ممكن أن يكون مثل ماليزيا وأنه يقدر يتطور ويلعب دور في التنمية مثل ماليزيا، أتعرفون ماذا أجابه محمد مهاتير؟ قال له صحيح لديكم هذه الإمكانية، ولكن ينقصكم شيء واحد، هو أن يكون عندكم سوق مشتركة. ماليزيا عندما تطورت كان في هناك سوق مشتركة في جنوب شرق آسيا بين دول جنوب شرق آسيا، فأنت لا تستطيع أن تتطور إذا كنت محبوسا في قطرك أو اقتصرت السوق بينك وبين الأغنياء وبين الأقوياء وتركت السوق العربية المشتركة، التعاون العربي المشترك، العمل العربي المشترك. أنا باعتقادي هذا يجب أن يكون شرطاً أساسياً لكل من يتحدث عن التنمية، إلى جانب الحاجة إلى نضال شجاع لتغيير النظام الاقتصادي العالمي السائد الذي هو غير مؤات للتنمية ولنهوض بلادنا. طبعاً على ضوء هذا الكلام تدركون مواقف إسلامية، وأنا عندما أتحدث عن المواقف الإسلامية وهو القسم الأخير من المحاضرة أدرك أننا لا نضع كل المواقف الإسلامية في سلة واحدة، وهي ليست كلها سواء وهي متفاوتة، ولكن هنالك من قال يا أخي العولمة فيها جوانب إيجابية وجوانب سلبية، إحنا بنأخذ الجوانب الإيجابية بنترك السلبية، يعني هذا كلام يعني حتى يمرر القضية تمريرا، بدل النقد العميق للنظام الرأسمالي العالمي العولمي صرنا نتحدث عن إيجابيات وسلبيات. إيش هذا؟ الآخرين قالوا إنه يا أخي الإسلام ما هو دعا للعولمة، الإسلام أول من دعا للعولمة. نعم، تعرف شو يعني العولمة؟ العولمة أنتوا شفتوا الصورة اللي أنا قدمتها لكم، ما أدري شو العلاقة بالإسلام. الإسلام يدعو للعالمية، يدعو للتعدد، يدعو لتعدد الحضارات، يدعو للإخاء الإنساني، مش يدعو أنه شركات كبرى تتحكم في العالم وتحتكر العالم وتجوع العالم. شو علاقة الإسلام بالعالم؟ إيش التلاعب بالألفاظ؟ العولمة هي نظام أحادي ضيق يريد أن يعيد صوغ العالم ليصبح كل العالم على صورة خاضعة للشركات الكبرى وللأغنياء، هذه هي العولمة. العولمة هي الاحتكار. فلذلك الإسلام ممكن نتحدث عن عالمية، ولكن لا نتحدث عن عولمة إلا إذا وقعنا تحت صياغات الأفكار وقلنا أن الإسلام عولمي وعولمة. باختصار شديد، من النواقص الأساسية التي يواجهها الفكر الإسلامي والعمل الإسلامي أنه لا يمتلك تحليلاً عميقاً دقيقاً للنظام العالمي الاقتصادي السائد.
لم يدرس جيداً كيف هنالك تحكم من جانب هذا الاقتصاد في كل خلايا المجتمع وكيف تتم هذه العملية. يعني كيف إحنا إذا فهمنا هذا الوضع ندرك ما هي العولمة، ندرك ماذا يجب أن يكون الموقف منها. أما أن نفهم الرأسمالية العالمية أنها هي عبارة عن ذلك التاجر اللي نعرفه في السوق، أو كما يقول البعض أنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان رأسمالياً وتاجراً وبالتالي إحنا والنظام الرأسمالي أصحاب، لا يا أخوان يا أخوات، الرأسمالية ليست التاجر الذي تحدث عنه الإسلام ولا عن الغني الذي تحدث عنه الإسلام. العولمة هي المتوحش الذي يريد أن يجرف حتى أسماك البحر، وبالتالي لا علاقة لهذا النظام بالإسلام. أنا بتقديري يجب أن نعيد قراءة العالم بدراسات علمية دقيقة لنفهم ما هو هذا النظام الرأسمالي العالمي، كيف يشتغل، كيف ينهب الشعوب الأخرى. يجب أن ندرس البنك. البنك إيش؟ في ناس بعض المسلمين اختصروا أنه البنك الربوي، يعني أنه بتدفع بتحط فلوس بتأخذ ربا 5% 3% أو بتستدين منه. لا أخي، البنك العالمي هذا مش بنك ربوي، هذه الربا في هذا البنك شيء بسيط. هذا البنك عبارة عن أخطبوط يمتلك أكبر ثروات المجتمع، يتحكم في كل خلايا المجتمع. هذا مش فاصل، الربا مسألة بسيطة. هذه أبسط شيء يمكن أن يوجه من نقد للبنك العالمي. البنك العالمي أو البنك الرأسمالي هذا هو بنك يمتص دماء الأفراد وحتى دماء الشعوب. ولذلك يعني بالحقيقة يعني لا نستطيع أن نتعامل في قضايا المسلمين ما لم نقرأ النظام العالمي قراءة دقيقة، ونبتعد عن الأوهام والنظرات السطحية والقراءات السهلة. وإلا سنجد أنفسنا عندما نتولى مسؤولية من المسؤوليات أن كل ما حولنا هو غير ما كنا نتوقع. يعني أنا أقول لكم باختصار، تريدون أن تعرفوا ما هي العولمة وعلاقتها بالبلاد الإسلامية، انظروا ماذا فعلت الطائرات الفانتوم في لبنان خلال الأسبوعين الماضيين. انظروا ماذا تفعل الأباتشي بخان يونس وغزة. هذه العولمة مترجمة في عالمنا الإسلامي. إذا ظننتم أنهم الجماعة بس بدهم يدخلون على الاقتصاد وعلى الجلساتك الحلوة ويقعدوا يحاورون، هؤلاء يريدون أن يفرضوا العولمة علينا كما تفرض الآن أو يحاولون أن يفرضوها. ولذلك عندما تأتي السيدة كونداليزا رايس وتصف الحرب العدوانية الإجرامية التي وجهت إلى لبنان، والحمد لله أن حزب الله والمقاومة أنزلوا بها الفشل والخسائر، تقول إنه هذه الحرب هي مخاض ولادة الشرق الأوسط الجديد. يعني هذه الحرب هي تطبيق العولمة عليكم. يعني العولمة جاي عليكم من خلال الفانتوم، من خلال الحرب، من خلال ما يحدث في لبنان، لو قدر لهم أن ينجحوا، وكما حدث في العراق، وكما حدث في أفغانستان، وكما يحدث في فلسطين. العولمة ليست في الكتب وليست بالنظريات، العولمة يجب أن تقرؤوها على ما يجري على أرض الواقع. وبالتالي أنا برأيي أن الأبطال الذين تصدوا للعدوان الإسرائيلي هم الذين يمثلون الموقف الإسلامي في مواجهة العولمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.